لجين عمران ما شاء الله اطلالتك اليوم كتير حلوة. Thank you so much. ما انا لازم امشي مع الثيم. واو. بس عم نشوف لجين ما شاء الله الاسبوعين الماضيين كل يوم عندك ايفنت، كيف عم تلحقي؟ والله ركب يعني لسه كمان بكره وبعده ما شاء الله. اي ثينك معظم البراندات تبغى تخلص الايفنتات تبعها قبل رمضان، فاحنا اللي تورطنا. فصار عليكي ضغط، وين عم تروح لجين بالثياب؟ هذا اكثر كومنت عم يقولوا الناس، كيف عم يصعوا بالخزانه؟ لا هي الخزانه ما عاد فيها مجال، يعني صار في غرفتين دريسنج وصار في بيسمنت تحت. بس انا من النوع اللي لما بلبس من مصمم برجع له الفستان، ما بفضل اني احتفظ فيه، يعني هو حيستفيد منه اكثر إن سواء بالعرض سواء بالبيع، فليش احتفظ فيه وانا عارفه نفسي اذا حلبسه حرجع البسه مره او مرتين ماكسيمم. جاين ممكن تفاجئي الناس تلبسي شي مره فستان لبستيه من قبل او يكون عادي؟ اكيد اكيد، انا ما عندي هذه العقده، يعني في النهايه انا شاريه الفساتين وسوري يعني شاريتها بتعبي، فأكيد إني حارجع ألبسها مرة واثنين وثلاثة، بس كل مرة ألبسها بستايل مختلف، different jewelry different makeup وhair style وباج وشوز، فبغير فيها شوي، وبعض المناسبات بتكون مش مصورة، فأكيد دفنت لي حلبسها. وعن عميلها الجديدة رفضت لوجين الكشف عن تفاصيلها وقالت شو تحضري؟ يعني أنا حتى لو وقعت بعد ما يخلص الموضوع كامل أكيد إني حشارك الناس فرحتي، بس لما يكون الموضوع قيد الإنشاء وقيد العمل أفضل إني أسكت لحد ما يخلص، لأنه مش كل شيء الواحد لازم يتكلم فيه عشان ما يخرب. يعني الكتمان هو هلا صار عنوان جديد بحياة لوجين، وهذا الطبيعي، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وداري على شمعتك عشان تقيس.